ما يتعلق بالإجراءات الأمنية، رصدنا إجراءات أمنية مكثفة جدا للقوى الأمنية للجيش اللبناني، بإن كان بمراكز الاقتراع أو حتى في محيط مراكز الاقتراع. وعليه إذا بدنا نختصر مثل ما بلشنا هذه الرسالة لارا، خلينا نختمها أيضا أنه يمكن هيدا اللي عم نشوفه هو عرس للديمقراطية، وهو استفتاء شعبي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. المواطن اليوم عم بيقول شو بده، أي لبنان يريد، لبنان المقاومة، لبنان العيش المشترك، لبنان العروبة، عم بيقول اليوم شو بده بصندوق الاقتراع. على أي حال بعد في ساعتين لإقفال صندوق الاقتراع، ويمكن تتمدد ببعض المناطق اللي عم نجول فيها، نظرا لأنه في عدد كبير جدا مواطنين عم بيناشدوا، كانوا عم بيقولوا انه بدها المفروض تتمدد ساعات الاقتراع، يعني يمكن على الساعه 7 ما نكون خلصنا من الاعداد الموجوده بالداخل وحتى الموجوده بالخارج. انا واقفه هلا خارج باحث ثانويه عدلون، وعم بشوف العالم لا تزال تتوافد بكثافه الى محيط الثانويه.